العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الفضيلة، الحضور الكرام، السيدات والسادة، نرحب بكم أجمل ترحيب في الجلسة الثانية من جلسات هذا المؤتمر، وهي بعنوان الإطار العام المتكامل لحوكمة الصناعة المالية الإسلامية. وتناقش الجلسة جملة من المحاور الفرعية برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الرزاق الطبطبائي. ويشارك في هذه الجلسة الدكتور عبد الباري مشعل، الشيخ عبد الستار القطان، والدكتور أسيد محمد كيلاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بداية الشكر لمعالي الشيخ إبراهيم الخليفة وكذلك الأخوة العاملين في الأيوفي على هذا التنظيم وهذه الموضوعات المهمة التي يتم تناولها في مثل هذه الجلسات. ونحن اليوم في الجلسة الثانية من الجلسات للمؤتمر، وفيها موضوعات مهمة يحتاجها العاملون في الرقابة الشرعية وكذلك في المؤسسات المالية الإسلامية بشكل عام. وأمام كوكبة من الباحثين والمتميزين والمختصين في الجوانب الشرعية بشكل عام والمعاملات المصرفية والتدقيق الشرعي بشكل خاص، نبتدأ بفضيلة الدكتور عبد الباري مشعل، فليتفضل مشكورا بتقديم ورقة عمله، والوقت المتاح ربع ساعة إلا إذا كان يحتاج إلى أكثر من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يشرفني أن أشارك في هذا المؤتمر المبارك في بحث عن الإطار العام المتكامل لحوكمة الصناعة المالية الإسلامية. كانت الخيارات كثيرة لتناول هذا الموضوع، وآل الأمر إلى البحث المتاح في أيديكم. قد استهدف البحث إسقاط مصطلح الإطار العام المتكامل على أرض الواقع بشكل قابل لأن يكون إطاراً عاماً ومتكاملاً، فقمت بفضل الله تعالى بدراسة وتحليل المعايير المهنية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة المؤسسات المالية الإسلامية الأيوفي، والمعايير الصادرة في هذا الخصوص عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا، وعن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعن الاتحاد الدولي للمحاسبين. وقمت بدراستها وتحليلها وانتقاء ما يصلح لتشكيل الإطار العام. النقطة الثانية أيضاً، جمعت بفضل الله تعالى كل ما يتعلق من تجارب على مستوى البنوك المركزية في 9 دول، منها الكويت والبحرين وسوريا وسلطنة عمان وماليزيا وأندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بقانون سيربنس أوكسلي، أيضاً السودان والمغرب، فهي
تجارب تشريعية كانت تستهدف ما يتعلق بالحوكمة، وقد تجنبت أن أدخل في تقويم هذه التجارب، وإنما بالاستئناس والاستفادة منها في خدمة الإطار العام. كمقدمة للإطار العام وفي إطار الاستكتاب الوارد من أمانة هيئة المحاسبة والمراجعة المؤسسات المالية الإسلامية التي صاغت نقاط البحث مشكورة، وبجهد مقدر من أمينها الدكتور حامد حفظه الله، كانت فقرة عن المفاهيم، وهي تمثل ربما إشكالية نجدها في المعايير ونجدها في عالم التطبيق، وكانت المشكلة الأساسية في مفهوم الرقابة والحوكمة والتدقيق والمراجعة، وكانت هذه المصطلحات الثلاثة تتداخل في الاستخدام كما تتداخل في بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية، كما أن المعايير تستخدمها أحياناً بشكل متفاوت. ففيما يتعلق بالرقابة والحوكمة، كانت الإشكالية في العلاقة بينهما، ومن خلال الفحص والدراسة تبين لي أن الرقابة حلقة من حلقات الحوكمة، والحوكمة أوسع إطاراً من الرقابة. وفيما يتعلق وجميع عناصر الرقابة تؤول إلى خدمة ركائز الحوكمة. وفيما يتعلق بالمصطلح الثاني الرقابة والتدقيق، الرقابة معنية بخدمة جودة وكفاءة التطبيق، وبينما التدقيق هو معني بالتأكد من أن الرقابة تقوم بدورها. المصطلح الآخر المراجعة، اللي هو يعني يستخدم أحياناً محل التدقيق، لكن الحقيقة هو مصطلح باللغة العربية مترجم أو معتمد ترجمته حديثاً من قبل اتحاد المحاسبين العرب، وهو ترجمة لكلمة ريفيو. فما هو الفرق بين المراجعة والتدقيق؟ حدد الاتحاد المحاسبين العرب بالإضافة للاتحاد المحاسبين الدوليين أن الفرق بين الأمرين أن التدقيق يقوم على الفحص التفصيلي للبيانات وسحب العينات، بينما المراجعة تقوم على مستوى أكثر عمومية على الاستفسارات والملاحظات السابقة والتأكد من أن التعديلات التي تمت على النظام في الفترة الجديدة ليست ذات تأثير جوهري. أيضاً فيما يتعلق بالتدقيق، يكون الرأي أن البيانات صادقة وعادلة، يعني رأي موجب، بينما الرأي فيما يتعلق بالمراجعة بيكون سلبي أو محدود، بمعنى أنه لم يتبين لنا ما يخالف أن المعاملات تمت بشكل أو صحيح وعادل. إسقاط هذا المفهوم على الرقابة الشرعية، الحقيقة وجدنا ملاحظة فجوة في هذه المصطلحات، لأنه الضبط هي ترجمة للكلمة الإنجليزية governance على ما بالمقارنة بين النسختين، وواقع الحال أنه الحوكمة هي الترجمة الأفضل. بعد حل إشكالية المصطلحات انتقلت إلى تأسيس الإطار العام المتكامل للحوكمة، فرجعنا إلى أسس الإطار العام لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فوجدناها أنها ثلاثة أسس. هذه الأسس فيما يتعلق بالأسس، سوف أعود إلى صفحة رقم 14، سوف يلخص العلاقة بين الرقابة والحوكمة، لكن بهدف بناء الإطار العام للحوكمة وجدنا أن أسس
الرقابة أو أسس الحوكمة كما هي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ثلاثة. الأمر الأول وجود أسواق تتمتع بالشفافية والكفاءة والعدالة. الأمر الثاني سيادة القانون. الأمر الثالث ضمان التطبيق والإشراف الفعال. هذه الأسس الثلاثة طبقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بناءً على هذه الأسس الثلاثة تم بناء إطار عام متكامل للحوكمة. فانطلاقاً من سيادة القانون لابد من الاهتمام بالإطار العام المتكامل للحوكمة بالمتطلبات التشريعية والقانونية. فيما يتعلق بضمان التطبيق والإشراف الفعال لابد من الاهتمام بمتطلبات إدارية كمجلس الإدارة واللجان في داخل مجلس الإدارة، لابد من الاهتمام بمتطلبات رقابية، وهذه قائمة طويلة تبتدئ بالرقابة الشرعية الداخلية، وظيفة أمانة الهيئة، التدقيق الشرعي الداخلي، وظيفة الالتزام الشرعي، وظيفة إدارة مخاطر الالتزام الشرعي، أيضاً هيئة الرقابة الشرعية والهيئة الشرعية العليا والتدقيق الشرعي الخارجي والمرجعية المهنية. فيما يتعلق بالأساس الثالث وجود أسواق تتمتع بالشفافية والكفاءة، لا بد من الاهتمام بأمرين: الأمر الأول الإفصاح والشفافية، الأمر الثاني المعاملة العادلة والمتساوية. تشكل الإطار العام من 18 مبحثاً تتناول هذه النقاط كاملة، تغوص فيها انطلاقاً من المعايير المهنية وتلامس تجربة كل دولة فيما يتعلق بالوظيفة أو فيما يتعلق بالتشريع أو فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح أو المعاملة العادلة. وبعد ذلك كانت هناك خصوصية لهذا الإطار العام، هو ينطلق أساساً للتطبيق على مستوى المصارف، ثم يراعي خصوصية شركات التأمين أو صناديق الاستثمار أو شركات التمويل. فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالمصارف كان الحدث الأبرز وجود أصحاب حسابات الاستثمار. فيما يتعلق بالتأمين العنصر الأبرز الذي يحتاج اهتمام ويكون علامة فارقة هو حملة الوثائق وما يتعلق بحماية حقوقهم من خلال طرح آليات، وأبرز الطروحات قضية جمعية حملة الوثائق. فيما يتعلق بالصناديق أيضا كانت أبرز الطروحات جمعية حملة الوثائق، والتي بدأت في بعض التجارب منها الكويت وقد طبق هذا حديثا. وعلى مستوى كل تطبيق كنا نلاحظ هذا الجانب انطلاقا من المعايير المهنية واستفادة من بعض التجارب. الأمر الآخر وهو خاتمة هذه المباحث كان تكلفة تطبيق الحوكمة. تكلفة تطبيق الحوكمة إذا تركت للالتزام بها فهي مكلفة، وهناك دراسات إذا ترك الخيار للمهتمين ولأصحاب التأثر أن يلتزموا بها فهي مكلفة، وقد تؤدي التكاليف إلى التردد في تطبيقها. ومن ضمن التجارب البارزة تطبيق سيربانس أوكسلي، قانون سيربانس أوكسلي في الولايات المتحدة، كانت هناك تقدير للتكاليف مما يمثل عقبة أمام تطبيقه، إلا أن الإلزام القانوني به لا يترك فرصة لتجاوز متطلبات هذا الأمر. إذا نظرنا إلى نظام الحوكمة الشرعية وجدنا أنه يحدث عدة وظائف إضافية بالإضافة إلى الوظائف التي يحدثها نظام الحوكمة التقليدي. فعندنا مثلاً اللجان في داخل مجلس الإدارة أو المنبثقة عن مجلس الإدارة مثلاً على سبيل المثال، الترشيحات والحوكمة والمخاطر والتدقيق. يفترض أن يكون في كل لجنة مثلاً ثلاثة،
وتضربها في 5 يكون 15، وكلها يجب أن تكون منبثقة من مجلس الإدارة، في حين أن مجلس الإدارة عدد أعضاؤه ربما في حدود 7 في أكثر التطبيقات. فهذا يتطلب تضخيم أعضاء مجلس الإدارة لإمكانية تشكيل لجان في داخل المجلس. أيضا عندنا وظيفة التدقيق الداخلي الشرعي الداخلي التي توازي الداخلي الحالي، وأيضا بعض التجارب تشير إلى وظيفة التدقيق الشرعي الخارجي، واليوم كان حديث عن هذه النقطة، وهو مستقل عما هو قائم حاليا من وظيفة للهيئات الشرعية وقيامها بدور التدقيق. ففي الكويت صدر قانون للتدقيق الشرعي الخارجي دون أن يمس حال الهيئة الشرعية ومهامها فيما يتعلق بالفتوى والتدقيق، وهذا أيضا مكلف. فبنظرة أولية إلى متطلبات نظام الحوكمة، هناك تحدي تجاه أنه كيف يمكن أن يطبق، وهو عائق أساسي، وهو أيضا الحقيقة الملاحظة التي تتبادر إلى الذهن مباشرة، أنه لماذا الإزدواجية في التدقيق في كثير من الحالات. الحقيقة الإلزام يقطع الجدل حول هذه النقطة، لكن هناك نقطة أخرى، بعض متطلبات الحوكمة لها تكاليف، وبعض متطلبات الحوكمة تخفض التكاليف، وبعض العناصر في الحوكمة يمكن أن تستند إلى عناصر أخرى قائمة. هذه 3 نقاط. الوظائف الجديدة لها تكاليف نعم، لكن عنصر توحيد المعايير وإصدار منظومة موحدة على مستوى الدولة بالتأكيد سوف يخفف العبء على الوحدات اللي موجودة على مستوى كل بنك، فهذا عنصر مخفض للتكاليف. أيضاً وجود التدقيق الشرعي الخارجي إن كان هو سوف يكون على مستوى كل مؤسسة هو عبء إضافي، ففيه عبء إضافي لو استند إلى فتاوى الهيئة الشرعية في كل بنك، وسوف يكون تكلفة كبيرة على المحاسب سوف يرفع، أو على المدقق الشرعي الخارجي سوف يرفع مستوى تكلفته، لأنه يتطلب استحداث برامج تدقيق على مستوى كل بنك بالنظر إلى هيئته الشرعية. لكن عندما تعتمد المعايير الشرعية الخاصة بأيوفي سوف يعد برامج تدقيق موحدة كما هو حال التدقيق المالي، وبالتالي هذا العنصر سوف يؤثر على تخفيض التكاليف. أيضا في هناك نقطة أخرى، وهي نحن نطالب في إطار الحوكمة بتفعيل الهيئة الشرعية العليا وعملية إصدار المعايير الموحدة وتفعيل التفتيش الشرعي الإشرافي، فرق التفتيش من البنك المركزي، وفي نفس الوقت نطالب التدقيق الشرعي الخارجي، وفي نفس الوقت في التدقيق الشرعي الداخلي. فعندنا هرمية في التدقيق الشرعي من المركزي والخارجي والداخلي. ينظر، وهذه مسألة نوقشت على أكثر من صعيد، ينظر في ضم هذا الاستحداث إلى المؤسسة القائمة، فالتفتيش يكون ضمن أنشطة الرقابة المصرفية تؤهل بحيث تقوم بهذا الدور، والتدقيق الشرعي الخارجي مطروح للبحث وبقوة كبيرة أن يكون ضمن أعمال المحاسبين القانونيين، فهي جهاز قائم ومشرع ويمكن أن يطور ليستوعب هذه النقطة. هذه مقترحات بحيث تنظر أحد البدائل لإقرار التدقيق الشرعي الخارجي. فنحن أمام بديلين، إما استحداث جهاز كبير سيمثل ماهية هذا الجهاز المؤهلون ونظامه عائق أمام انطلاقته، وبين وجود جهاز قائم إعادة هيكلته وتطويره سوف يكون مسألة إجرائية لإطلاقه بشكل مباشر. أيضا التدقيق الداخلي هو الذي نجحت فيه البنوك الإسلامية، أو الذي هو النشاط الأكثر استمرارا من حين وجودها، التدقيق الشرعي الداخلي، إما أن يبقى مستقلا أو يتم تطوير إدارة التدقيق الشرعي، إدارة التدقيق الداخلي لتستوعب نشاط التدقيق الشرعي الداخلي. هذه الأفكار تطرح بقوة تحت وطأة تكلفة حوكمة أو تكلفة الإطار المتكامل، تطبيق الإطار المتكامل للحوكمة. من الأشياء الأساسية التي تدفع باتجاه الدمج نوعا ما أو جعل الوظيفة ضمن المؤسسات القائمة أشياء كثيرة مهنية، لكن في نقطة مهمة
أنه في معيار للأيوفي في معايير التدقيق يقول مسؤولية المراجع عن فحص الالتزام الشرعي. واقع المحاسبين القانونيين اليوم يقومون بإظهار شهادة بأن هذه المؤسسة بياناتها عادلة وصادقة متجاوزاً فحص الالتزام الشرعي. يتجاوز فحص الالتزام الشرعي في تصميم هذه الشهادة أو في إخراج هذه الشهادة، مع أنه لا يتأتى له مهنياً وفق معايير التي يعمل بها أن يظهر شهادة بصدق وعدالة القوائم المالية أو بصدق وعدالة البيانات المالية دون أن تكون البيانات هذه المالية قد أثبتت بشكل صحيح وفقا لمبادئ المحاسبة. فيجب عليه، وهذا ما تنبهت له أيوفي في معيارها، أن يفحص الالتزام الشرعي بمعنى إجراءات تنفيذ العمليات، لأنه يجب أن تكون الأرقام الناتجة ناتج عمليات صحيحة، وإلا نكون أمام غش محاسبي. فطبيعة عمله تقتضي فحص الالتزام الشرعي. أيضا بفضل الله تعالى ذيلت البحث بنتائج محددة في هذا الإطار وتوصيات للأيوفي على وجه الخصوص لإعادة إصدار معايير الضبط بحيث تمثل إن شاء الله إطارا يمكن الاستناد إليه. شكرا لكم، السلام عليكم. عليكم ورحمة. نشكر فضيلة الدكتور عبد الباري مشعل على هذا العرض وعلى هذا البحث القيم حقيقة الذي يتضح فيه الجهد الكبير الذي بذل. والآن فضيلة الدكتور حسين محمد، تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد القاتل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، بداية نتوجه ونكرر الشكر إلى هيئة المحاسبة لمواصلتها في تطوير منظومة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية. ويأتي هذا الموضوع كما أشار سعادة الأمين العام يعني تعزيزا لهذه المسيرة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يكتب لها التوفيق والنجاح. في حقيقة الأمر هذا العرض الذي سأقدمه بين أيديكم هو يغلب عليه الجانب التطبيقي النظري، ولعل يعني كان من الأنسب أن يضم إلى الجلسة القادمة. عندما وضعته لم يكن في أو دار في خالدي أو لم يكن عندي علم حقيقة بوجود الموضوع الثالث في الجلسة القادمة. على كل حال، الورقة التي سأعرضها عليكم هي جانب تطبيقي عملي للأطر والمحاور الرئيسية التي تحدث عنها أخي الدكتور عبد الباري حفظه الله. وأستعرض في هذا النموذج العملي النموذج دولة الكويت في حوكمة الصناعة المالية الإسلامية. ويدور الكلام حول ثلاثة قوانين رئيسية أو قانونين رئيسيين، هما قانون بنك الكويت المركزي وقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وما تبع ذلك من تعليمات وإرشادات صدرت عن هيئة أسواق المال في دولة الكويت. يتضح من هذه الشريحة أن قانون بنك المركزي لعام 68 قد تضمن تعليمات صدرت في عام 2003 في شأن قواعد وشروط تعيين واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية. كذلك في عام 97 أصدر تعليمات بشأن تعيين هيئة الرقابة في شركات الاستثمار الإسلامية. ثم كذلك تعليمات في عام 99 تضمنت تعديلاً على تعليمات تعيين هيئة الرقابة الشرعية. في الشق الأيسر من الشريحة فيه ملخص
التعليمات التي صدرت عن هيئة أسواق المال. فهناك المواد من 199 إلى 212 المتعلقة بالأشخاص، طبعا لما يقول الأشخاص هم الأشخاص الاعتباريين المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كذلك إصدار ميثاق العمل الأخلاقي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق الشريعة، كذلك نظام ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي وصدر عام 2013، وهذا ربما كان الأول من نوعه على مستوى العالم وفيه سبق فيما يتعلق بتنظيم مهنة المراجعة الشرعية الخارجية، وسنستعرضها وسنأتي على يعني شيء منها بالتفصيل. ثم كذلك هناك التعليمات الخاصة بشأن قواعد الكفاءة والنزاهة. في المواد التشريعية نلاحظ طبعا نصوص القانون كما يظهر لديكم، قانون في المادة 93 لقانون 68 نص بوضوح على تشكيل هيئة الرقابة الشرعية، عدد أعضائها، وأنه يجب أن ينص على ذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي، ويتضمن ذلك كيفية التشكيل والاختصاصات وأسلوب ممارسة العمل، ثم أسلوب حسم الخلافات إن وجدت، وكان قد نص القانون على رفعه إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حيث اعتبرها مرجعا نهائيا عند وقوع الخلاف، ثم تكلم في فقرته الأخيرة عن التقرير السنوي للهيئة. في شق هيئة أسواق المال ذكرت المادة الرابعة أنه يختص مجلس مفوضي الهيئة بعدة مهام، منها وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل شخص يعمل وفق الشريعة الإسلامية. ولعل من أبرز ما سنلاحظه في هذا الشق بما صدر عن هيئة أسواق المال في دولة الكويت واللائحة التنفيذية لهيئتها، هو أنهم اشترطوا أن تكون وظيفة التدقيق أو الشخص الذي يتولى مهمة التدقيق الشرعي الداخلي اعتبروه من ضمن الوظائف الواجبة التسجيل. فهنا في المادة 133 للهيئة أن تشترط لشغل أي من الوظائف الواجبة التسجيل، يعني لدى هيئة أسواق المال، اجتياز اختبار تأهيلي. كذلك للهيئة وضع متطلبات الاختبار والإرشادات العامة المتعلقة بالمؤهلات المقبولة والشروط والواجبات. ثم ورد في المادة الرابعة تعتبر وظيفة مسؤول التدقيق الشرعي ومن في حكمه بالنسبة للشخص المرخص له بممارسة أنشطة الأوراق المالية وفق الشريعة الإسلامية من الوظائف الواجبة التسجيل مع هيئة أسواق المال. ولا شك أن هذا يعد عنصراً هاماً وتطوراً في حوكمة الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي خاصة على المستوى داخل المؤسسة. نلاحظ هنا الوظائف الواجبة التسجيل في هذه الشريحة والمواد التي تتكلم عن هذه الوظائف، حقيقة ضبطت مسألة هذه الوظائف وشروط التقدم لها. فمثلاً لا يجوز في المادة 131 لا يجوز لأي عدا شخص مسجل أن يؤدي وظيفة واجبة التسجيل ما لم توافق الهيئة مسبقاً وبشكل كتابي على خلاف ذلك. في المادة 132 تقول يجوز أن يؤدي موظف واحد أكثر من وظيفة واجبة التسجيل لحساب شخص مرخص له، ويستثنى من ذلك الجمع بين وظيفة مستوى مسؤول المطابقة والالتزام وأي وظيفة تقدم خدمات للعملاء، ويجب أن يكون الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومسؤول المطابقة والالتزام أشخاصا مختلفين. مادة مهمة جدا وشكلت عبئا بمجال الضبط وحوكمة أعمال التدقيق الشرعي، تقول المادة 134 يبقى الشخص المسجل خاضعا لسلطة الهيئة لمدة سنتين من تاريخ إلغاء تسجيله فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء تسجيله. في حالة فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراء خلال هذه الفترة يبقى الشخص المسجل خاضعا لسلطة الهيئة حتى تاريخ انتهاء التحقيق والإجراءات. بالنسبة للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي فيما يتعلق ب
البنوك الإسلامية الحقيقة سأتجاوزها لأن أغلبها يعني سبق ربما استعراضه في مؤتمرات سابقة وهي تعليمات قديمة نوعا ما. لكن أتوقف عند القضية التي ربما عرج عليها أخي الدكتور عبد الباري في حديثه، وهي مسألة مهمة مراقب الحسابات الخارجي عن إجراء اختبارات يعني تفحص مدى التزام المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية. فمثلا في التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي المادة 7 يجب أن تتضمن مهمة مراقب الحسابات الخارجي على إجراءات الاختبارات اللازمة للتحقق مما يلي، أو إجراء الاختبارات اللازمة للتحقق مما يلي. واحد، أن الإجراءات التي يتبعها البنك في طرح المنتجات المالية الجديدة أو تعديل المنتجات الحالية تشمل الخطوات المناسبة لضمان الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بما في ذلك مراجعتها من قبل إدارة البنك وهيئة الرقابة الشرعية. اثنان، أن جميع منتجات البنك قد تم فحصها من قبل هيئة الرقابة الشرعية وأن الهيئة قد قررت أن هذه المنتجات تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ثم النقطة الأخيرة، يجب أن يتضمن التقرير السنوي لمراقب الحسابات الخارجي مدى التزام البنك بإجراءات طرح المنتجات المالية الجديدة ومنها العرض على هيئة الرقابة الشرعية أو تعديل المنتجات الحالية وفحص الهيئة، ثم كذلك مدى التزام البنك بفتاوى وقرارات وإرشادات هيئة الرقابة الشرعية. بالنسبة لقانون هيئة أسواق المال، معذرة لأنه الربط بين الجهاز والعرض يحتاج إلى حركتين. بالنسبة للائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال في نشاط التدقيق، نعم، في المادة 204 من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال نصت بأنه يشترط للترخيص للأشخاص الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية ما يلي: أن ينص في عقد تأسيس نظامه على ممارسة النشاط وفق أحكام الشريعة، والنقطة الثانية وهي الأهم، أن يشتمل تنظيمه الداخلي على نظام رقابة وتدقيق شرعي تنظمه لائحة داخلية تضمن مهنية وكفاءة وفعالية الأداء وفق المعايير المعتمدة من الهيئة. ثم المادة 205 نصت: يتألف نظام الرقابة الشرعية في الشركات من مكتب تدقيق شرعي خارجي ووحدة تدقيق شرعي داخلي. وهذا كان الأساس الذي يعني الذي وضع لتأطير فكرة وجود مدقق شرعي خارجي بخلاف هيئة الرقابة الشرعية. ثم تكلمت المواد التالية عن مكتب التدقيق الشرعي، ولاحقا طبعا صدرت لائحة خاصة بممارسة أعمال هذا المدقق. من القضايا في إطار حوكمة الصناعة الرقابة الشرعية والصناعة المالية الإسلامية بشكل عام، تعليمات الهيئة التي صدرت بشأن ميثاق العمل الأخلاقي للأشخاص المرخص لهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية. مما يشار هنا إلى أن أيضا قانون هيئة أسواق المال أشار إلى وجود مجلس استشاري للرقابة الشرعية، وهذا المجلس الاستشاري بمثابة مجلس شرعي أعلى على مستوى الدولة فيما يتعلق بالشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال. فقالت المادة 199: ينشأ بقرار من مجلس مفوضي الهيئة ويتبع مجلس المفوضين. يكون هذا المجلس هو المرجع في كل ما يتعلق بقرارات الهيئة في مجال الأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ثم تكلمت المواد اللاحقة عن تشكيله وآلية اتخاذ القرار فيه. من اختصاصات هذا المجلس ما يهمنا الحقيقة، يمكن شملت اختصاصاته أكثر من اختصاصات المجلس الاستشاري،
شملت أكثر من 14 اختصاصا، لعل أبرزها اقتراح اللوائح والنظم بشأن إنشاء هيئات الرقابة الشرعية وتكوينها وأغراضها وجهة تعيينها وعزلها وشروط تعيين أعضائها وكيفية أدائها لمهام الرقابة الشرعية والتزاماتها ومسؤولياتها والتقارير الصادرة عنها. كذلك من مسؤوليات المجلس الاستشاري الشرعي في هيئة أسواق المال اقتراح اللوائح والنظم والسياسات المنظمة لمهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي للأشخاص المرخص لهم. ينص على أن مكتب التدقيق الشرعي الخارجي مؤسسة مستقلة قانونيا وماليا وإداريا عن الأشخاص المرخص لهم الذين طبعا يعملون طبقا للشريعة الإسلامية. يختص هذا المكتب بالرقابة على جميع الأعمال والمعاملات التجارية والاستثمارية والعقود أو غيرها للشخص المرخص له للتأكد من مطابقتها للقانون، قانون هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال ومراجعتها من الناحية الشرعية. ويلاحظ على هذه المادة بأنها أغفلت النص على أنه يجب على هذا المكتب أن يتأكد من مطابقة المؤسسة أو الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية. وفي هذا إيحاء بأن الهيئة هيئة أسواق المال تتجه إلى أن يكون المجلس الشرعي الاستشاري الشرعي هو المرجعية العليا، ولكن سنجد بعد قليل أن هذه اللائحة نفسها قد أشارت إلى هيئات الرقابة الشرعية وأسمتها هيئات الرقابة الشرعية الداخلية، مما أوجد نوعا من التضارب في الفهم لدى المشتغلين في السوق. طبعا نصت يعني نظام ممارسة التدقيق الشرعي الخارجي على طريقة اختيار أو تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي وطريقة تحديد أتعابه. ثم تكلمت المادة 2 على كيف يتكون ومن هم أعضاء هذا المكتب، فذكرت أنه يتكون من أعضاء من مدققين شرعيين في فقه المعاملات الشرعية، خاصة فقه المصارف وفق أحكام الشرعية وفق أحكام الأوراق المالية، ومحاسبين قانونيين ومستشار قانوني أو أكثر، واشترطت حدا أدنى من الخبرات في هذا المجال. ثم ذكرت المادة التي تليها مادة 3 شروط المدقق الشرعي، ولا أريد أن أقف عندها، لكن من جوانب الحوكمة الجديدة في الموضوع هو قضية الاستقلالية التي ركز عليها هذا النظام. فمنعت المادة 8 أن يكون عضو مكتب التدقيق الشرعي رئيسا لمجلس إدارة الشخص المرخص له محل التدقيق، أو أن يكون عضوا منتدبا، أو يكون عضوا في مجلس الإدارة، أو شريكا للشخص المرخص له، أو موظفا أو مستشارا أو لديه أقرباء حتى الدرجة الثانية ممن يشرفون على إدارة الشخص. كذلك المادة 5 تكلمت عن قضية إنهاء عمل المدقق مكتب التدقيق. ثم المادة 6 تكلمت عن محتويات تقريره وماذا ينبغي أن يحتوي هذا التقرير، وأقف عند النقطة التي تتكلم عن التوصية إلى الهيئة الشرعية للشخص المرخص له للنظر في إمكانية اقتراح البدائل الشرعية لتلك المخالفات. فحملت مكتب التدقيق الشرعي الخارجي أن يقدم البدائل للمخالفات التي وقعت، مع أن هذا ليس من مهام المدقق الشرعي على مستوى الإفتاء وعلى مستوى تطوير مثلا المنتجات أو حل الإشكالات المترتبة. لكن يعني يبقى أن لهيئة أسواق المال وجهة نظر يبدو غير واضحة في مسألة من يتولى مسألة التدقيق الشرعي ومن يتولى مسألة الإفتاء. هنا نلاحظ المادة 7 تقول يجب نشر تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي ضمن التقرير السنوي، ويجب على هيئة الرقابة الشرعية وأسمتها الداخلية والمدقق الشرعي الداخلي للشخص المرخص له تقديم تقاريرهم
إلى مكتب التطبيق الشرعي الخارجي قبل انعقاد الجمعية العمومية، بمعنى أن النظام هنا يرى أن مكتب التدقيق الشرعي الخارجي هو مرحلة نهائية وأخيرة بعد عمل هيئة الرقابة الشرعية طبعا، ومن قبلها المدقق الشرعي الداخلي، وألزمت المدقق الشرعي الخارجي أن يضمن في تقريره ما يشير إلى الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية. ثم بعد ذلك المواد تتكلم عن قضية مهمة جدا أيضا في الاستقلالية، أتوقف عندها بشكل سريع. لا يجوز في المادة التاسعة لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي أو أحد أعضائه القيام بتقديم خدمات معينة للشخص المرخص له، مثل تقديم أي عمل أو خدمات أخرى بأجر أو بدون أجر خلاف مهمة التدقيق الشرعي، الاستشارات، التدريب، تمثيل الشخص المرخص له في شركات له يملكها أو يملك حصص فيها، أخذ مزايا مالية أو عينية، الحصول على رعايات من الشخص المرخص له في كافة الأنشطة كإقامة المعارض أو الندوات أو ورش العمل. تقريبا هذا أهم ما أستعرضه في هذه التعليمات. أتوقف قبل أن أختم في تعليمات هيئة أسواق المال بشأن ميثاق العمل الأخلاقي للأشخاص المرخص بهم، وهذا يستكمل منظومة الحوكمة الشرعية، ويتكون هذا الميثاق من 7 أبواب. الباب الرابع منه يتكلم عن العلاقة بين هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية. على مستوى أهداف الباب الأول، أهداف هذا الميثاق، نلاحظ السعي لتوحيد الفتاوى الشرعية في المعاملات المالية من خلال عقد الندوات والمؤتمرات المشتركة وتوحيد المرجعية الشرعية للفصل عند الاختلاف. كذلك تأكيد التعاون مع المؤسسات الرقابية والهيئات الشرعية والإقليمية والدولية للمتخصصة لتطوير التشريعات واللوائح القائمة أو استحداث تشريعات، فهذا يشمل مجمع الفقه، يشمل مجلس الشرعي التابع لأيوفي وغيره من الجهات التي تعنى بتنظيم المعاملات المالية. في المادة الثالثة أتوقف في الباب الثاني، تلتزم المؤسسة المالية الإسلامية بالمعايير المحاسبية الدولية التي تم اعتمادها من قبل مجلس مفوضي الهيئة، ثم وبالمواثيق الأخلاقية المعتمدة، بما يصرح بعدم اعتماد المعايير المحاسبية الصادرة عن أيوفي. في الباب الرابع في العلاقة بين الهيئات الشرعية، طبعا في الميثاق الأخلاقي يقول: توفر المؤسسات المالية المناخ المناسب لهيئات الفتوى لأداء المهام المناطة بها لتوفر اطمئنانا أكبر للعملاء. في المادة التاسعة، تعتبر أو يستفاد من توصيات وفتاوى مجامع الفقه، خاصة ما يصدر عن فتوى الأوقاف في دولة الكويت، مجمع الفقه والمعايير الشرعية الصادرة من أيوفي. كذلك أشار الميثاق الأخلاقي إلى نقطة هامة جدا، وهي أن تتعهد المؤسسات المالية الإسلامية بتعيين عدد كاف من المراقبين الشرعيين يتناسب وحجم المؤسسة، وكلنا يعني ربما يتفق على أن هذه نقطة ضعف كبيرة في على مستوى عمل المؤسسات، حيث لا يتناسب عدد المدققين الشرعيين الداخليين مع عدد أو حجم المؤسسات. في الباب الخامس في العلاقة مع المجتمع، نصت المادة 13 على أن تعمل المؤسسات المالية الإسلامية على الحد من الدخول في المشروعات غير المنتجة، وتشجيع الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية والخدماتية التي تشكل قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، وهذا في الحقيقة نفتقده في كثير من أعمال المؤسسات المالية الإسلامية، ويأتي هنا الميثاق ليوجه هذه المؤسسات إلى هذه النقطة الهامة. أنا انتهيت ربما 3 دقائق إن شاء الله أختم. قواعد النزاهة والكفاءة للعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية أيضا صادرة عن هيئة أسواق المال، هذه القواعد مهمة جدا وتنطبق على جميع الوظائف التي المسجلة، وهي تقريبا أكثر من 8 وظائف، منها مسؤول التدقيق الشرعي،
وذكرت يتضمن هذا معيار القواعد النزاهة والكفاءة عدد من المتطلبات لمن يمارسون هذه الوظائف المسجلة، ومنها المدقق الشرعي الداخلي، مؤهلات دراسية علمية، خبرات مهنية، قدرات فنية وقيادية إلى غير ذلك. سأتوقف عند معيار الكفاءة المهنية، حيث ذكر أنه يتوجب على من يعمل في وظيفة التدقيق الشرعي أو حتى في أعضاء مجالس الإدارات وفي حكمهم شهادة مهنية في فقه المعاملات المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية من جهة مشهود لها بالكفاءة. في حالة عدم الحصول على الشهادة قبل التعيين يتعين الحصول عليها خلال 3 سنوات، أو أن يكون حاصلا على دورة علمية في فقه المعاملات المالية لا تقل مدتها عن 2 دراسيين من قبل إحدى كليات الشريعة الإسلامية أو إحدى مؤسسات التعليم الخاص. ربما كانت يعني هذه النقطة التي توقفنا عندها هي آخر النقاط التي أود أن أتوقف عندها في مسألة قواعد النزاهة، وهي تشكل عناصر حوكمة وضبط للذين يعملون في مهنة التدقيق والرقابة الشرعية. أكتفي بهذا القدر وأستسمحكم عذرا على الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. حقيقة الشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عبد الستار القطان على هذا الطرح الدقيق والمفصل، وهناك زوايا كثيرة حقيقة تطرق لها تحتاج إلى توقف والشرح في هذا الباب. نحن أمام معاقبين كريمين، ليتفضل فضيلة الدكتور أسيد محمد أديب لإلقاء تعقيبه خلال 10 دقائق إذا تكرمت. ما شاء الله، شكرا لكم دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالموضوع كبير والأبحاث أكبر، وبحث الدكتور أو الأخ الشيخ عبد الستار العرض لم يصلنا، وصلنا بحثان للأخ الدكتور عبد الباري والدكتور محمد أحمين الذي تعذر عليه الحضور. لذلك إذا سرت في التعقيب على منهج تتبع الجزئيات فسأظلم الباحث وأظلم الباحثين وأظلم الأبحاث أيضا لضيق الوقت، وعليه فقد ارتأيت أن أعرض أفكارا عاما في هذا التعقيب وأقف حيث ينتهي الوقت إن شاء الله. الحديث عن الحوكمة في هذه الجلسة الذي يبدو لي أن المقصود به هو الحديث عن الحوكمة الشرعية تحديدا، وهذا يظهر من عناصر المحور، وليس المقصود الحديث عن حوكمة الصناعة المالية الإسلامية بشكل عام وشامل، لأن هذه الحوكمة الشاملة تدخل فيها عناصر أخرى وجوانب أخرى غير الحوكمة الشرعية. عند الحديث عن الحوكمة الشرعية لابد أن نحدد منطلق هذه الحوكمة أو أساس هذه الحوكمة. أساس هذه الحوكمة يرجع إلى الأساس الذي قامت عليه المؤسسات المالية الإسلامية، وهو الالتزام الشرعي في أعمالها. فهذا الالتزام هو مسؤولية عدد من الجهات في المؤسسة المالية الإسلامية، في مقدمتها الهيئة الشرعية. على هذا يمكن أن نقول بأن الحوكمة الشرعية تهدف إلى إقامة نظام فاعل أو نظام رشيد لتحقيق الالتزام الشرعي من خلال قيام عدد من الجهات بدورها، من غير أن تؤثر جهة على أخرى تأثيراً سلبياً أو تأثيراً يعيق قيامها بعملها. ولذلك فإن إقامة نظام الحوكمة هو كما يعبر القانونيون هو عبارة عن التزام بغاية، هو التزام بتحقيق غاية، التزام بتحقيق نتيجة، وليس التزاماً ببذل عناية. فقد نبذل الكثير من الجهود ونقيم الكثير من الهياكل، ونظن من كثرة هذه الهياكل ومن كثرة الجهود المبذولة والأوقات المصروفة أننا حققنا المطلوب، لكن كل هذا إذا لم يحقق الغاية وهي الالتزام الشرعي
فإن المقصود فإن النظام المعمول به يكون نظاما غير ذي جدوى. فلا يكفي إذن أن نستعير رسم أو رسوم أو أشكال الحوكمة التقليدية، وإنما الواجب أن يكون ما يستعار أو ينشأ أو يقترح محققاً لهذه الغاية في ذاتها، وهي الالتزام الشرعي. ولذلك فإن إقامة هذا النظام هو التزام دياني يندرج في مقصدين معاً، يندرج في مقصد حفظ الدين ومقصد حفظ المال، لأن الخلل الشرعي يعرض المال للضياع، لأن المال سيجنب جبراً على أصحابه. في حين إذا عدنا إلى الحوكمة التقليدية فإن مقصدها واحد، وهو حفظ المال فقط، ليس فيها حفظ للدين. وحفظ المال فيها مفهومه يختلف عن مفهوم حفظ المال في الحوكمة الشرعية. على هذا يمكن القول بأن مفاهيم وأساليب الحوكمة التقليدية تصلح منطلقاً عاماً، لكنها تضيق بذاتها عن استيعاب متطلبات واستيعاب شمول الحوكمة الشرعية وما يجب أن تكون عليه. وهذا ما أشار إليه معيار الضبط رقم 6 كما نقل الدكتور عبد الباري في بحثه. ترتيبا على هذا الكلام، فإنه قد يكون من التسرع أن نعتمد أساليب أو طرق تحقيق الحوكمة التقليدية في الحوكمة الشرعية، وذلك في ظل الوضع الحالي للمصرفية الإسلامية في كثير من الدول. فالوضع في هذه الدول أن الالتزام الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية يستمد قوته من الهيئة الشرعية، والهيئة الشرعية تستمد قوتها من مكانة وقوة أعضائها، وأعضاء الهيئة يستمدون قوتهم من ديانتهم ومن علمهم ومعرفتهم، وهذا من غير أن توجد أنظمة قانونية يمكن أن تفرض هذا الالتزام فرضاً، أي من غير أن يوجد الوزع بالسلطان. فإذا تركنا بعض وسائل تحقيق الالتزام الشرعي كالتدقيق الشرعي مثلاً، تركناه لمجلس الإدارة وأخرجناه من تحت عباءة الهيئة الشرعية قياساً على حال التدقيق الداخلي في المؤسسات المالية، من غير أن يوجد النظام القانوني الحامي، فإننا بهذا ربما نعرض التدقيق الشرعي للضعف، ونعرض التدقيق الشرعي للضياع، ولأن يكون هيكلاً وشكلاً فقط من غير حقيقة ومن غير مضمون. فما دام أن الأنظمة القانونية والحماية القانونية لم توجد أو على الأقل لم تكتمل بعد، فإن من الخطورة بمكان المساس بدور وسلطان الهيئات الشرعية. ربما نحن نفعل ذلك بحسن نية، نفعل ذلك ظناً منا بأننا نقوي وسائل تحقيق الالتزام الشرعي ونوفر لهذه الوسائل الاستقلالية، لكن هذه التصرفات من غير كما قلت وجود الحماية ربما تؤتي أو توصل إلى نتيجة عكسية تماماً. هذا مع يقيني الكامل بأن نظام عمل الهيئات الشرعية اليوم في ظل التوسع الكمي والجغرافي للعمل المصرفي الإسلامي، وفي ظل ما دهم العمل المصرفي الإسلامي من فكر تقليدي، وقد ذكر فضيلة الشيخ نظام شيئا من ذلك في الجلسة السابقة، هذا النظام نظام عمل الهيئات الشرعية يحتاج إلى إعادة هيكلة. لكن كيف يكون ذلك؟ هذا يحتاج إلى دراسة متأنية واعتبار للمآلات قبل أن نتسرع بفكفكة هذا النظام ثم نفقد حتى القوة الموجودة اليوم أو النتيجة الطيبة التي وصلنا إليها اليوم. أنتقل إلى بحث أخي الدكتور عبد الباري. ودكتور كما هو معروف من همته المباركة قدم لنا يعني سفراً ما شاء الله ماتعاً ومرجعاً مهماً في حوكمة الصناعة المالية الإسلامية، كنت أتمنى لو أنه لخصه بما يتناسب مع طبيعة المؤتمرات،
وصاحب الجوهرة جوهرة التوحيد يقول في القرن الحادي عشر يقول: لكن من التطويل كلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم. فليعذر يعني أخي الدكتور عبد الباري من كلت همته من أمثالي في أن أنتقي ثلاث نقاط للتعليق عليها بشكل سريع على سبيل الانتقاء وليس على سبيل التتبع والاستقصاء. النقطة الأولى ولعل الملحظ في هذه النقطة غير مقصود، حيث عنونا في المبحث الحادي عشر بوظيفة إدارة مخاطر الالتزام، هكذا سمى الإدارة أو سمى أو وضع العنوان، قال وظيفة إدارة مخاطر الالتزام، ولعل المقصود مخاطر وظيفة مخاطر وظيفة إدارة مخاطر الالتزام الشرعي، ولعل المقصود هو مخاطر عدم الالتزام الشرعي. النقطة الثانية أنه لا يمكن مهما توسعت المعايير الشرعية أن نستغني عن الهيئات الشرعية الخاصة بالمؤسسات والاقتصار على مجرد وجود مستشار شرعي مقيم في المؤسسة قياساً على المستشار القانوني. فتفسير المعايير الشرعية وتطبيق المعايير الشرعية وصياغة منتجات على وفقها ومراجعة العقود والمستندات على أساسها، كل هذه تدخل في باب الإفتاء، والإفتاء يحتاج إلى مؤهل لكي يفتي. فإذا غابت الهيئة الخاصة فمن يتولى هذا الإفتاء؟ ربما يقال أن هذه المسائل ترفع إلى الهيئة العليا. رفع هذه المسائل أو هذه الجزئيات الكثيرة جدا لكل المؤسسات إلى الهيئة العليا، هذا أمر لا يقبله العقل ولا الواقع، ويستحيل عليها أن تستوعب كل هذه الأعمال. ومن ثم فالذي يظهر أنه لا وجه للقول بإلغاء الهيئات الشرعية الخاصة أو الاستغناء عن الهيئات الشرعية الخاصة للمؤسسات، التي هي ربما تعتبر منجز من منجزات الصناعة المالية الإسلامية، لكن والأفضل أن نجمع بين الحسنيين، بين وجود الهيئة العليا وبين وجود الهيئة الخاصة. والقياس على المستشار القانوني ربما هو قياس مع الفارق، لأن المستشار القانوني هناك سيف مسلط عليه وهو سيف القضاء، القضاء ربما يبطل رأيه، ربما يعارض ما قرره، ولذلك فإن المؤسسة تحرص على الرأي القانوني خوفا على حقوقها من الضياع، وليس هكذا الحال بالنسبة للمستشار الشرعي في ظل الوضع الناقص أو غير المكتمل في كثير من الدول. النقطة الأخيرة أختم بها إن سمح دكتور محمد رئيس الجلسة. دكتور عبد الباري ذكر أن التدقيق الشرعي إذا كان تابعا للهيئة الشرعية فهذا يؤدي إلى ما أسماه بتطوير الفتوى، فالهيئة إذا وجدت مخالفة وهذه المخالفة لا تتفق مع ما قررته، فبإمكان الهيئة أن تفتي في هذه المسألة فتوى جديدة تجعل هذه المخالفة مقبولة من الناحية الشرعية، أخذا بقول من الأقوال الفقهية الأخرى غير الذي اعتمدت عليه ابتداء. ورأى أن الصحيح أن يستقل التدقيق الشرعي وأن تكون تبعيته لمجلس الإدارة في المؤسسة. أنا أؤيده فيما ذهب إليه من مأخذ في هذه النقطة، ولعل سببه أن الهيئات تحرص على تصحيح تصرفات المسلمين ما أمكن، إلا لكن أن التدقيق الشرعي يبدأ بالوقوف على المخالفة، لكن الحكم على المخالفة ومعالجة آثارها هذا يتطلب فتوى. فمن يتولى هذه الفتوى؟ هل مجلس الإدارة قادر على هذا؟ هل لجنة التدقيق الموجودة في البنك قادرة على هذا؟ لعلي هنا أقترح أن يوجد في المؤسسة المالية الإسلامية لجنة للتدقيق الشرعي على شاكلة لجنة التدقيق الداخلي، وكما أن لجنة التدقيق الداخلي يرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، فلجنة التدقيق الشرعي يمكن أن يرأسها العضو التنفيذي للهيئة، ويكون معه عضو آخر من الهيئة، ويكون معهما رئيس لجنة التدقيق الداخلي، فإذا احتاج الأمر إلى فتوى تولى ذلك رئيس اللجنة وعضو اللجنة الذي هو من أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. ما أؤيد فيه الدكتور عبد الباري في بحثه كثير جدا، لكن أكتفي هنا بما ذهب إليه من أن تكون هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هي المرجعية الشرعية والمهنية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.
لكن هذا يتطلب إعادة هيكلة لهذه الهيئة. وقد سمعنا اليوم أن هناك إن شاء الله مبادرات وخطوات جادة في هذا الطريق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها التوفيق والنجاح. أكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شكر لفضيلة الدكتور أسيد على هذا التعقيب، والآن التعقيب لفضيلة الدكتور العياش الصادق فداد، فليتفضل مشكورا خلال الوقت المتاح 10 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا بعد شكر الهيئة وشكر الباحثين الكرام على هذه البحوث القيمة، أود فقط أن أنبه إلى أني الإخوة كلفوني بهذه الملاحظات في غياب المعقبين الرئيسيين، فلذلك سأتناول بعض النقاط فقط دون الوقوف على ما تناولته الأبحاث بصفة تفصيلية. أعتقد الآن مما استنتجته من قراءة البحثين، ولم نطلع على ورقة الشيخ عبد الستار، مما استنتجته من البحثين أنه في اعتقادي أن الهيئة تفكر كما فكرت في مراجعة المعايير الشرعية، تفكر الآن في مراجعة معايير الضبط، لأن المعايير صدرت في وقت لم تخرج كثير من القوانين التي يعني نظمت القواعد الحوكمة في الشرعية، وأيضاً لم يظهر هذا الزخم الكبير من البحوث والدراسات والندوات التي عقدت في الحوكمة، قواعد الحوكمة في الهيئات الشرعية. فالآن لدينا والحمد لله مادة لا بأس بها، يعني يمكن أن نراجع معايير الضبط التي صدرت. في تقديري بطبيعة الحال مثل ما أشار الإخوة، ينبغي أن تكون قواعد الحوكمة التي نستفيدها من الحوكمة التقليدية هي إيجاد بيئة ملائمة للعمل المصرفي وتحقيق غاية الالتزام الشرعي. هذا هو الذي يعني يمكن أن نستفيده من قواعد الحوكمة، وليس يعني الحرص على تطبيقها كما هي. والبحثان في هذا الاتجاه في تقديري متكاملين، بحث الأخ دكتور أحمين وبحث الدكتور عبد الباري، وإن كان بينهما تعارض في بعض القضايا واختلاف وجهات النظر، وحتى اختلاف في بعض الأحيان في قضايا منهجية مهمة، أعتقد أنه هذه مطروحة للبحث مستقبلا للوصول إلى الآراء التي تخدم الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية. بحث الدكتور عبد الباري في تقديري بحث يعني متكامل، قدم إطارا كاملا للعمل الهيئات الشرعية، ابتدأه بالمفاهيم، وهذا ليس جديد بالنسبة لبحوث الدكتور عبد الباري بالنسبة لنا، فقد استمعنا إلى هذا التركيز على توضيح المفاهيم والفروق بين المصطلحات الرقابة والتدقيق والمراجعة، لكن كلما استمعت زاد أيضا يعني اقتناعي بأنه هناك مزيد وحاجة إلى مزيد إيضاح أكثر وأكثر، وإقناعنا بالالتزام بقواعد الحوكمة وقواعد عمل الرقابة التقليدية، أو عمل الرقابة دعنا نسميها المهنية وليس التقليدية كما هي موجودة في العمل الرقابي المهني. فيعني أنا شخصيا دائما أجد نفسي أن هناك قضايا أحتاج إلى مزيد من البيان والوضوح حتى يقتنع بها
المرء أكثر. يعني ما ذكره هو أخونا الدكتور أسيد في بعض القضايا كأمثلة لهذا الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من البحث، مثلا موضوع العناية بالمعايير الشرعية حتى تكون بديل عن الهيئات الشرعية، أو على الأقل تحد من عمل الهيئات الشرعية. هذا موضوع تم مناقشته في عدة مؤتمرات، نحتاج إلى مزيد من الوضوح والرؤية في هذا المجال. موضوع التدقيق الشرعي، تبعية التدقيق الشرعي وإن كان له صلة مباشرة باستقلالية المدقق الشرعي وهو أمر في غاية الأهمية، لكن أيضا يطرح إشكالية أخرى، وهي تطرح تبعية إشكالية أخرى وهي موضوع يصبح المدقق الشرعي إذا كان أخرج من الهيئة الشرعية أو غيرها من الهيئات ذات المسؤولية الشرعية في البنك، يصبح عمله ربما وكذا مسؤوليته يعني لا تلقى الاعتبار الكافي من قبل المؤسسة. نحن نلاحظ الآن في بعض التطبيقات تغول الإدارة التنفيذية على التدقيق الشرعي، لأنها تملك حق التعيين وحق العزل، كيف تتدخل وتتحكم في كثير من الأحيان في عمل التدقيق. فلذلك ينبغي أن نفكر مليا إذا كنا نود أننا نخرج هذا العمل من الهيئات الشرعية، كيف يمكن أن نجد له الإطار المناسب الذي يحفظ له الاستقلالية مع الوضع المهني اللائق. أقترح في النهاية على الإخوة في الأيوفي، سبق أن عقدت ندوة متخصصة فقط للمدققين الشرعيين في حصر هذه الإشكالات التي تعرضها كثير من البحوث المتعلقة بالحوكمة، أن تخصص لها ورشة يحضرها فقط المدققون الشرعيون، يتم تناول كل هذه القضايا من الناحية المهنية والناحية التكييفية الشرعية، وكذلك مآلات التطبيق، حتى يمكن أن يصاغ فيما بعد ذلك معيار متكامل لقضية الحوكمة. أخيراً، موضوع القواعد التي ذكرت، ينبغي يعني رأيت من بحث الدكتور عبد الباري جزاه الله خير في موضوع قواعد الحوكمة، رأيت العناية الكافية بمشكل تعارض المصالح في الهيئات الشرعية، ورصد لنا جدول، لكن كنت أود أن الجدول أيضا يحتوي على يعني أمثلة وقضايا من الواقع العملي للهيئات الشرعية، وهو أمر مهم جدا ينبغي أن ننتبه له، وخاصة الأيوفي مقبلة على أنها تطور هذه المعايير لأن تصبح عالمية مقبولة عند المؤسسات الدولية، فينبغي أن تكون هذه القضية محل عناية، وأن يزال أي تعارض قائم في الهيئات الشرعية. كذلك موضوع الفتوى وإصدار دليل وإجراءات لكيفية إصدار الفتوى في الهيئات الشرعية، وطرق عرض وآليات عرض الإشكالات على الهيئة، وكذلك القرار، وإن كان تناولته معايير الضبط القرار النهائي للهيئة، لكن هناك تفصيلات وجزئيات للأسف لم يتناوله معيار الضبط. حينما الآن نريد صياغة قرار للهيئة ويكون لدينا نموذج متكامل، في الحقيقة لا يسعفنا المعيار الموجود حاليا في هذا الأمر. أكتفي بهذا القدر، وشكرا لصبر السيد الرئيس. شكرا لكم على هذا التعقيب وعلى هذه الإضافة. والآن عندنا التعقيبات، كم لنا من الوقت؟ 10 دقائق، يعني 10 دقائق، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله. اسمي بشار قاسم من الزاد أسيت مانجمنت في أمريكا. حقيقة لموضوع الوقت المتاح مداخلة أو سؤال؟ مداخلة وقد تؤدي إلى سؤال. طيب لك دقيقتان علشان نعم. الدقائق المتاحة. نعم. بالنسبة لموضوع ما طرح بالاستغناء أو الوصول إلى الاستغناء عن هيئة الرقابة الشرعية في هذه المؤسسات، هو حقيقة حتى يعني يحصل مثل هذا الشيء لابد من عنصرين. أول أن ترتقي هذه المعايير وتصل إلى درجة من التفصيل بحيث أنه يعني تزيل أي لبس أو أي سوء فهم إلها وتكون شاملة، وممكن فعلا أن تصل إلى هذه المرحلة تكون مفصلة. الحال القضية الثانية أو العنصر الثاني هو أنه معيار أيوفي يحدد أن لا يشترط أن يكون هناك رقابة شرعية، ويكتفى بضابط الالتزام الشرعي ما يسمى compliance officer. فهذه طبعا مرحلة أتوقع أنها يعني لم يحن وقتها، ولكن ممكن إذا تطورت هذه الصناعة إلى هذا المستوى أن يصبح مثل هذا الهدف تحقيق، وبالتالي يمكن يعني بعد فترة أن يحقق مثل هذا الإنجاز. السؤال هنا بالنسبة لضابط الالتزام الشرعي الذي يقوم بمدى التحقق من هذه من الالتزام الشرعي، فهل هذا يعني في ظروف بلاد مثلا غير مسلمة أو مثل خلينا نقول مثل أمريكا، هناك مثلا يعني قوانين تجبر الشركات أو المؤسسات إذا أعلنت أنها تلتزم بمعايير مؤسسة فتقوم هيئات الاستثمار الفيدرالية مثلا أو الحكومة نفسها بإلزام مثل هذه الشركات في الالتزام بهذه المعايير؟ فسؤالي هنا في ظرف مثل هذا الظرف أو مثل هذا الوضع، هل يعني يكتفي بوجود ضابط الالتزام الشرعي بحيث أنه يحقق مثل هذا الهدف؟ وشكرا. تفضل. خل هنا لو سمحت. السلام عليكم ورحمة الله. غسان طلفاه، رئيس الرقابة الشرعية في بنك أبو ظبي الوطني. حقيقة يعني أبدأ من حيث انتهى الدكتور العياشي من الأمثلة العملية واللي بتواجهنا في الميدان. يعني إحنا في الميدان، الدكتور وسيد عايش الميدان ولا يزال يعيشه الدكتور عبد الباري والدكتور عبد الستار. حقيقة طبعا النظري يختلف عن العملي. يعني بالنسبة للتسميات اللي ذكرها الدكتور عبد الباري حقيقية جدا. يعني أنا الآن في نقاش بين وبين البنك لمدة سنتين حول التسمية، هل هي شريعة compliance department، هل هي شريعة controlling department، يعني هل هي شريعة auditing department ولا advisory، حتى يصنفونا من حيث التصنيف داخل البنك تحت أي إدارة أو مجموعة. وكذلك بالنسبة للتصنيف الوظيفي، يعني في classification أو تصنيفات وظيفية حتى الآن يعني لم نتفق، ولا أخفيك القول أنه بالأخير وصلت لنتيجة أنه أسمي نفسي الدائرة الشرعية فقط وأفرع منها مثلا جهاز التدقيق والرقابة الشرعية. بالنسبة للحوكمة ذكر الدكتور وسيد، حقيقة النظرية طبعا كثيرة، حتى محاكاة الأنظمة الحالية القائمة لن يؤدي بنا إلى نتائج، يعني خلينا نقول نتوقعها أنه نتائج تكون براقة وجذابة، لأنه العمل داخل البنوك الإسلامية أهم شيء الاهتمام بالنقاط الشرعية، وهذا حقيقة يعتمد على الجهاز الرقابي المحترف. الهيئات الشرعية هي مساندة، هي ملجأ بالنسبة لنا. برضو التخلي عنها كما ذكر الدكتور أسيد، أنه تتخلى عن هيئة رقابة شرعية خاصة في البنك أنت تفقد أشياء كثير بالنسبة لنا كمراقبين، لأنها هي مستشارنا، هي حافظة التاريخ تبع البنك وتطوره ومستحدثات اللي بتصير معنا، وهي الملتجأ إلنا مباشرة، بنكون على اتصال معها حتى نحل القضايا بتاعتنا. أحسن. فجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشكركم على هذا الأوراق والتعقيب الممتازة، وبلا شك أنها راح يعني تكون لنا حافز في مصارف المركزية لمزيد من التطوير في هذا المجال. وسؤالي عن لدي سؤال واحد الأخ الدكتور أو الشيخ عبد الستار، طبعا اللي ما طرحته من تشريع في دولة الكويت من خلال طبعا هيئة أسواق رأس المال شيء يفرح ويثلج الصدر، ولكن عندي سؤال، طالما أن هناك في تفصيل في الحوكمة الشرعية والرقابة والتدقيق الشرعي الخارجي، فالسؤال هنا لماذا لم يتم أيضا يعني تضمين المعايير الشرعية والمعايير المحاسبية التي أصدرتها الأيوفي لتكون إلزامية أيضا؟ فيعني يعني وهذا أيضا يعني أشوفه يعني كان في هناك معيارين، أن أنت وضعت معايير تفصيلية للترقيق الشرعي والمراجعة الشرعية وهيئات رقابة شرعية، ولكن يعني أغفلت عن شيء مهم وهو الأسس، أسس شرعية اللي تصدرها الأيوفي. فحبذا لو يعني توضح لنا لماذا لم يتم تغطية هذا الجانب في التشريع. شكرا. الحقيقة الشكر يعني لهذا التعقيب، ولا تلوموني على قفل باب التعقيبات، ولكن لوموا المعقبين لأن خذوا 10 دقائق، انتهت 10 دقائق الآن فقط التعقيبات الأخيرة، لأن أنا عندي تعليمات من الأخوة الذين يديرون الجلسة بأني لازم أنهيها خلال 10 دقائق. فالآن تعقيبات سريعة لفقط الباحثين الكريمين فضيلة الدكتور عبد الباري والشيخ عبد الستار. فضل الدكتور عبد الباري حتى نختم. شكرا. عندي ملاحظة منهجية، أنه النقاش في موضوع الرقابة الشرعية وموضوع المعايير الشرعية، معروف أنه الأيوفي لما أصدرت معايير الضبط الشرعي كان في هناك خبراء من مهنة المحاسبة والتدقيق، فيجب عند مناقشة هذا الموضوع إعطاء حيز كبير لهؤلاء الخبراء. هذه نقطة. النقطة الثانية، يعني يجب أن لا نعيد اختراع العجلة أو يكون هوايتنا دائما نحن غير نحن، يعني الثانيين يلعبون ولا إيش؟ الثانيين عندهم هم المهنية والأخلاقيات وتطوير الصناعة وإلى آخره، فإحنا نريد أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وهذا تطور بشري مو قضية نصوص شرعية، تطور بشري بغرض دعم الالتزام الشرعي. فهذه النقطة نقطة نظام في مناقشة هذه القضية. أيضا النقطة الأخيرة فيما يتعلق بهذا الموضوع، أنه ما في تحريم أو منع لوضع أي فكرة على الطاولة، توضع على الطاولة وتناقش من أهل الاختصاص، توضع وتنظر سلبياتها وإيجابياتها. فقضية مصادرة الأفكار يعني كمان منهجية بتجاوزها في الصناعة المالية الإسلامية، يجب أن نتلقى الأفكار برحابة الصدر ويكون الفرصة متاحة للنقاش. وشكرا لكم. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نقطتين، الأولى تأكيد لما أشار إليه الدكتور عياشي فيما يتعلق بمراجعة معايير الضبط، واستسمح سعادة الأمين العام بالإشارة إلى مؤتمر التدقيق الشرعي الذي سيعقد في 20 أبريل القادم في هذا الفندق إن شاء الله، وسيتم فيه مراجعة معايير أو 3 معايير من معايير الضبط. طبعا هذا المؤتمر بالتنسيق مع هيئة المحاسبة أيوفي وبدعم من بنك البحرين المركزي، مشكورين. على سؤال الأستاذ خالد حفظه الله، لعله نحن مرينا بشكل سريع على أن من في قواعد
في ميثاق العمل الأخلاقي أنه على المؤسسات المالية الإسلامية أن تسترشد بما يصدر عن من معايير شرعية ومحاسبية عن أيوفي. لا يزال لكن هذا ليس على سبيل الإلزام مع الأسف الشديد. المجلس الاستشاري الشرعي أنيط به أن يضع المعايير الشرعية في هيئة أسواق المال، ولم يتقيد يعني أو لم يتم توجيه لهذا المجلس بأن يعتمد معايير أيوفي، كذلك في البنك المركزي. وهذه حقيقة إشكالية، يعني أنا سؤالك أنا أسأله دائما، لماذا لا يتم اعتماد المعايير؟ لأن في نهاية المطاف هي منظومة متكاملة، يعني لابد من إيجاد المرجعية الشرعية وإيجاد أدوات ضبط الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية نسميها الحوكمة. حقيقة الشكر للباحثين الكريمين، وكذلك بالنسبة للمعاقبين والأخوة المعاقبين، وحنا فقط اجتزنا 5 دقائق من الوقت المتاح لنا، أعتذر عن ذلك، لكن إن شاء الله الأخوة موجودين على الغداء، تستمر الحوارات والنقاشات مستمرة كذلك في الفترة المسائية. شكرا لكم جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.